الآن داخل مستشفى أبو يوسف النجار، المستشفى الحكومي الوحيد الموجود في مدينة رفح. هذا المستشفى الصغير على صغره وعلى أوضاعه الكارثية في ظل قلة الإمكانيات والاستهداف الإسرائيلي، الآن هو أمام تحد جديد في ظل دخوله نطاق الإخلاءات القصرية من قبل جيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. هذه المنطقة التي يقطنها أيضا عشرات الآلاف من السكان وأيضا من النازحين. نتحدث الآن للدكتور مروان الهمس مدير هذا المستشفى لنقرب الصورة أكثر حول الأزمة، حول المشهد أكثر. دكتور مروان يعطيك العافية، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. في ظل التحدي الجديد، نحن نتحدث عن مستشفى صغير أصلا، لا يوجد قطاع صحي بالصورة المعروفة في رفح، والآن هذا المستشفى أمام تحدي الإخلاء، ما هي الخطط البديلة وما هو المشهد لدي؟ هي أولا يعني احنا بإذن الله تعالى صامدون لآخر نفس يعني في داخل هذه المستشفى، لأنها هي المستشفى الوحيدة التي تقدم الخدمات الصحية. يعني عبركم عبر شاشة قناة العربي نرسل رسالة لكل العالم أن أوقفوا هذه الحرب قبل أن تحصل مصائب وكوارث وإبادات، لأنه الآن بداية قسم الكلية الصناعية في جنوب قطاع غزة كله لا يوجد قسم كلية صناعية، لو توقف ستكون هناك المئات من الموتى، إضافة إلى ما بقسم الاستقبال والطوارئ لا يوجد قسم يضاهي هذا القسم مع صغر الحجم المستشفى، فلذلك يجب إيقاف هذه الحرب، لأنه الآن المستشفى في ضمن نطاق كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الحمراء والمناطق العسكرية، لكن لا نعلم، هي خطة ممنهجة عند الاحتلال الإسرائيلي إخراج المنظومة الصحية عن العمل، فلذلك مرة أخرى أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الإبادة ضد أبناء شعب الفلسطيني، لأنه سيكون هناك المئات بل الآلاف من الشهداء والموتى من المرضى الذين لن يستطيعوا إيجاد أو تلقي أي علاج في داخل مدينة رفح. هل توجد خطط للوضع الطارئ الآن اللي وجد؟ يعني كنا قد أعددنا بعض الخطط، يعني كان مستشفيات ميدانية بديلة، لكن كل هذه البدائل لا تغني عن مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار مع صغر حجمها، لأنها هي مستشفى مركزية في داخل المدينة. المستشفيات الميدانية بكل ما تضخ بها لن تكون تقدم ما يناسب يعني 10% من خدمة مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار. يعني هذا هو المشهد، وكما تشاهدون من خلفي في هذه الصورة التوتر موجود في ظل التهديدات الإسرائيلية القائمة بإخلاء هذه المناطق. هذه المناطق ومدينة رفح كان من المفترض أن تكون منطقة آمنة، لكن الاحتلال منذ بداية عمليات النزوح تجاه هذه المدينة وحتى هذه اللحظة كثف القصف تجاهها وتجاه منازل المواطنين وأوقع عشرات الشهداء، وأمام عملية عسكرية مرتقبة نحن سنكون على مشهد كارثي من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى أمام قطاع صحي منهار ومدمر. من جنوب قطاع غزة من مدينة رفح، أحمد البطال، التلفزيون العربي.